إلى فقرة ضيف، حيث تنكب حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب بدراسة ومناقشة مشروع القانون الذي يغير ويتمم مجموعة القوانين الجنائية بحثا عن تحقيق توافق بخصوص هذه التعديلات. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الخبير في الشؤون القانونية الدكتور محمد العمراني بخفزة. تحية طيبة لك دكتور العمراني بخفزة. شكرا لك. إذن دكتور، في أي سياق يأتي إدخال هذه التعديلات الجديدة على القانون الجنائي المغربي؟ وربما أن هناك الكثير من الدواعي لإعادة النظر في القانون الجنائي المغربي. ربما من ناحية الزمنية، القانون يعود إلى 1962، ومن ذلك الوقت إلى الآن المجتمع المغربي البشرية بصفة عامة عرفت تغييرات كثيرة، ثم أن هذا القانون كان مرتبطا بدستور 1962، له سياقه وله فلسفته. الآن نحن مع دستور 2011 الذي كذلك جاء بكثير من المستجدات مرتبطة بالمجال القانوني، لذلك وجب إعادة النظر في هذا القانون، لأن من المعلوم أن هذا النص وليس نصا بسيطا، ومن بين أهم النصوص القانونية المؤطرة للمجتمع. فالضرورة كما قلت أن يتلائم هذا القانون مع الدستور الذي يعتبر دستور الحقوق والحريات. ثم ربما السياق الآخر، وهو أن المغرب في الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية أصبح عضوا فيها ووافق عليها، فبالتالي أنه يجب أن يلائم تشريعاته الداخلية مع هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية. الكثير من هذه تلك المتعلقة بالتجارة، نعم، اتفاقية روما، التجارة بالبشر، الإرهاب، تلك المتعلقة بغسل الأموال، نعم، إلى غير ذلك من الجرائم الإلكترونية. الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب، وبالتالي يجب أن يتم خلق نوع من الانسجام بينها وبين القانون الوطني. ثم يجب أن نذكر كذلك مخرجات الحوار الوطني المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، وهو من بين الأوراش الكبرى التي اشتغلت عليها الحكومة السابقة، والتي تحدثت عن الكثير من الأمور التي يجب إدخالها في القانون الجنائي المغربي. ثم كذلك حتى يجب أن يكون لدينا وحدة النص، لأن القانون الجنائي المغربي أدخلت عليه الكثير من التعديلات منذ 1962 إلى الآن. إذن فهذه التعديلات يجب تجمعها في نص واحد. ثم ربما نحن نعلم أن هناك على مستوى الآن المجتمعات عرفت تحولات على مستوى النوع والكم في الجرائم. هناك جرائم جديدة استحدثت لم تكن معروفة فيما قبل، هناك ارتفاع عدد الجرائم، فبالتالي يجب أن يؤخذ كذلك هذا المعطى. كذلك أن هناك أنظمة جنائية مقارنة عرفت تطورات، عرفت فعالية، من الأفضل أن نأخذ بها. نحن كمجتمع مغربي يبحث عن تحسين وضعيته، يمكن أن نستفيد من الأنظمة الجنائية المعتمدة في الدول الأخرى. لذلك فأعتبر أن صراحة أن الوقت يحتاج إلى إعادة النظر في هذه القوانين لكي نخرج بنص قانوني ياخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي الذي، نعم، وصل اليه المجتمع المغربي. طيب، وفي هذا السياق دكتور العمراني بخفزة، كيف ترى هذا التاخر من لدن الاحزاب السياسيه في عدم تقديم مقترحات من اجل تعديل هذه القوانين الجنائيه؟ هناك ربما ان بحكم طبيعه هذا النص، وليس نصا عاديا كما قلت، ليس، وربما انه لا يقل اهميه، قد اجازف بالقول انه لا يقل اهميه عن الدستور. فالقانون الجنائي هو كنص قانوني جد مهم، يؤطر المجتمع، يوجه المجتمع، يحمي المجتمع، فبالتالي النقاش حول مضامينه تحتاج الى رؤيه.
وكذلك أن هذا النص هو فيه جوانب مرتبطة بالجانب الحقوقي، ونحن نعلم ارتباطات الأحزاب السياسية المغربية بالجمعيات الحقوقية، ناهيك عن كون أن القانون الجنائي لا يمكن مناقشته بعيدا عما هو سياسي، كذلك أن الاختلاف في المرجعيات لدى الأحزاب السياسية تؤثر على موقفها وعلى رؤيتها لبعض القضايا. مثلا على سبيل المثال عندما نتحدث عن الحريات الفردية على سبيل المثال، أو فيما يتعلق بالنقاش حول عقوبة الإعدام مثلا، فهذا الأمر يدفع الأحزاب السياسية إلى أن تتريث في الواقع لكي تبدي رأيها، لأنها تناقش قضايا خلافية. نعم. مثلا كيف يقع النقاش حول مسألة الإجهاض على سبيل المثال، كل حزب بحكم مرجعيته وإيديولوجيته يرى أو له رؤية من فعل معين، الحرية الدينية على سبيل المثال. فنلاحظ أن الأحزاب السياسية في المغرب لها وجهات نظر متباينة. نعم. وهذا الأمر هو داخليا داخل الأحزاب السياسية يكون هناك نقاش، وهذا النقاش كما قلت أنه فيه داخل الأحزاب فيه ضغوطات تقع من هذا، مثلا الحركة النسائية كيف موقفها من العنف ضد النساء، مثلا موقفها من التحرش الجنسي إلى غير ذلك. فهذا الأمر ربما أنه أقول أنه يجعل الأحزاب السياسية تجد صعوبة في صياغة موقف موحد من جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي. هل الأمر ربما متعلق بغياب كفاءات منتجة ربما؟ لا، في هذا الجانب ربما أننا دائما نلوم الأحزاب السياسية أنها ليست لها تصورات واضحة وأنها لم تعد كقوة اقتراحية إلى غير ذلك، ولكن فيما يخص هذا الجانب كما قلت أنه لا يمكن فصله عما هو سياسي. نعم. فيجب أن يكون موقف الحزب من القانون الجنائي موقف منسجم مع المرجعية التي تحكمه. الحزب الذي لا يتوفر على مرجعية لا يستحق أن يسمى حزبا. فنحن الآن نتحدث عن الأحزاب السياسية التي لها مرجعية واضحة، وبالتالي أن الموقف الذي تبلوره من مراجعة القانون الجنائي يجب أن يكون منسجما مع هذه المرجعية. فبالتالي مثلا لا يمكن أن نتحدث مثلا عن موقف حزب معين من مسألة الإفطار في رمضان على سبيل المثال في إطار نظرتها للحرية الفردية، وأن لا يكون هذا الموقف كذلك أن يكون مخالفا مثلا لقضية الإجهاض. لأن نجد مثلا أن يكون هناك في الكثير من الأحيان أن الحزب قد يكون منسجما في رأيه في مجموعة من القضايا المرتبطة بالقانون الجنائي، فليس أن يكون هناك تناقض في موقف يميني وفي ملف آخر أن يكون يساري. فبالتالي أن الأحزاب السياسية هي أمام موقف أو وضعية تحتم عليها بل وراء التصور ينسجم مع المرجعية التي يتأسس عليها هذا الحزب. طيب دكتور العمراني بوخبزة، هل يمكن القول أن مشروع مسترة القانون الجنائي استطاع تحقيق نوع من التوازن بين ما يرغبه المجتمع من أمن وما يتوجب عليه محاكمة المتهم محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية؟ هل فعلا هذا المشروع مشروع مسترة القانون الجنائي حقق هذا التوازن؟ نحن نتحدث عن القانون الجنائي، لأن مسألة المسطرة الجنائية ربما أنها مرت بالإجماع في بعض التعديلات حولها في في أبريل الماضي، نهاية أبريل الماضي، في حين أن النقاش الآن هو مرتبط بالتركيز على القانون الجنائي. وربما أن الآن نلاحظ أن هناك فعلا أن هناك إحساس بانعدام الأمن، قد نقولها بهذه. لماذا؟ لأن في الكثير من الأحيان أن هناك عقوبات لم تعد زجرية، لم تعد قادرة على ضمان تلك الحماية الأمنية للمجتمع. كي نبسط قليلا دكتور عمران بوخبزة، ربما هناك تعديلات تهم الجرائم المحدثة، جرائم الاعتداء بالأسلحة البيضاء وسلب المال بالعنف إلى آخره، هذه التعديلات ربما ستؤثر بشكل ملموس على مستوى الجريمة في الشارع. لا، هو ربما لأننا نتحدث عن سياسة جنائية، فعندما نتحدث عن سياسة جنائية فالأمر يتسع، لأن فيها
ما هو مرتبط بتحديد الجريمة، لأن هناك بعض الأفعال التي كانت في السابق تعتبر مثلا جنايات أصبحت جناح، هناك بعض الأعمال التي لم يكن يعاقب عليها القانون في الماضي وأصبح الآن يعاقب عليها بحكم بمنطوق مشروع القانون الجنائي، هناك بعض العقوبات البديلة، لأن ربما أن السجن ليس هو ربما العقوبة الوحيدة التي يمكن اعتمادها، ربما هناك بعض العقوبات البديلة مثل الأعمال من أجل المنفعة العامة. فبالتالي أن هذا الأمر هو الذي يجب أن أو الذي تعمل أو ترغب فيه مشروع القانون الجنائي لكي يحد من التنامي ظاهرة الإجرام، لأن قلنا في البداية من بين الأسباب الداعية إلى ضرورة مراجعة القانون الجنائي هو الانعدام أو ارتفاع عدد الجرائم، وكذلك بروز أنواع جديدة من الجرائم لم تكن في السابق. كذلك هو الأمر ليس سهلا لكي نحدث نوع من التوازن ما بين ما تطمح إليه ما يطمح إليه المجتمع من خلال حماية الحقوق والحريات، لأن هو في آخر المطاف أن الغاية وهو أن تتم حماية حقوق الأفراد وحرية الأفراد. إذن كيف يمكن أن يكون هناك نوع من التوازن ما بين حماية الحقوق والحريات وما بين الجانب الردعي والزجري المعتمد في القانون الجنائي؟ لأن لنلاحظ مثلا الآن النقاش وحول بعض القضايا التي تثور، مثلا تحدثنا عن الإفطار في رمضان، الإفطار العلني بدون سبب شرعي في رمضان، أنه في كل محل رمضان يكون هناك نقاش حول هذا. فهنا كيف يمكن أن نخلق نوع من التوازن ما بين ما يسمى بالحرية الفردية وما بين حماية الأخلاق العامة وحماية القيم المجتمعية التي يعمل القانون الجنائي على حمايتها؟ إذن فهنا البحث عن خلق نوع من التوازن وليس مسألة سهلة وسيأخذ وقت أيضا. لا، مسألة الوقت ربما أننا استنزفنا واستنفدنا الوقت، نحن الآن في الوقت الضائع في الحقيقة. هل سيستمر هذا النقاش ربما حتى بعد الـ يعني بعد انطلاق الدورة البرلمانية من دون شك؟ لماذا؟ لأن أولا بالنسبة للمشروع هو 2016 يونيو 2016، وأن كان هناك نقاش وطني في إطار إصلاح منظومة العدالة في المغرب، كان هناك نقاش، هناك ملفات تظهر في الكثير من الأحيان ربما مع حدوث مثلا فعل إجرامي مثل ما وقع بالنسبة للسائحة الدنماركية مثلا، كيف يمكن أن نحمي المجتمع وفي نفس الوقت أن نناقش مسألة الإعدام؟ هل يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام؟ إذن النقاش سوف يستمر، النقاش سيبقى وسيستمر، لأن طبيعة المجتمع هي دائما في تحول وتغير. الدكتور العمراني بوخبزة الخبير في شؤون القانونية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات.